حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أعلينا حرج في كذا أعلينا حرج في كذا فقال لهم عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج فقالوا يا رسول الله هل علينا جناح أن لا نتداوى قال تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد قال خلق حسن حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبي خزامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعيد الجوهري قالا حدثنا أبو أحمد عن عمر بن سعيد بن أبي حسين حدثنا عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا صفوان بن هبيرة حدثنا أبو مكين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له ما تشتهي فقال أشتهي خبز بر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعم حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده قال أتشتهي شيئا؟ قال أشتهي كعكا قال نعم فطلبوا له حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر وأبو داود قالا حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب وعلي ناقه من مرض ولنا دوالي معلقة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها فتناول علي ليأكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه يا علي إنك ناقه قال فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أنفع لك حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ابن المبارك عن عبد الحميد بن صيفي من ولد صهيب عن أبيه عن جده صهيب قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدن فكل فأخذت آكل من التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأكل تمرا وبكرمات قال فقلت إني أمضغ من ناحية أخرى فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا إسماعيل بن علية، حدثنا محمد بن السائب عن بركة عن أمه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء، قالت: وكان يقول: إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء. حدثنا علي بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن امرأة من قريش يقال لها كلثم، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبغيض النافع التلبينة، يعني الحساء. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه، يعني يبرأ أو يموت. حدثنا محمد بن رمح ومحمد بن الحارث المصريان، قالا: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشنيز. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله، أنبأنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق وقال لنا: عليكم بهذه الحبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعة فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة حدثتهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا أن يكون السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. حدثنا محمود بن خداش، حدثنا سعيد بن زكريا القرشي، حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الحميد بن سالم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا عمر بن سهل، حدثنا أبو حمزة العطار عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عسل، فقسم بيننا لعقة لعقة، فأخذت لعقتي ثم قلت: يا رسول الله، أزداد أخرى؟ قال: نعم. حدثنا علي بن سلمة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بشفائين، العسل والقرآن. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أصباط بن محمد، حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة. حدثنا علي بن ميمون ومحمد بن عبد الله الرقيان قالا: حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي مضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير: سمع عمرو بن حريث يقول: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل، وماءها شفاء العين. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عبد الصمد، حدثنا مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: كنا نتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الكمأة، فقالوا: هو جداري الأرض. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكمأة من المن، والعجوة من الجنة، وهي شفاء من السم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا المشمعل بن إياس المزني، حدثني عمرو بن سليم قال: سمعت رافع بن عمرو المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العجوة والصخرة من الجنة. قال عبد الرحمن: حفظت الصخرة من فيه. حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح الفريابي، حدثنا عمرو بن بكر السكسكي، حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال: سمعت أبا أبي بن أم حرام، وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسنا والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. قال عمرو: قال ابن أبي عبلة: السنوت الشبت. وقال آخرون: بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن، وهو قول الشاعر: هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم، وهم يمنعون جارهم أن يقردا. حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا السري بن مسكين، حدثنا ذؤاد بن علبة عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت، فصليت ثم جلست، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشيك مدرت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: قم فصلي، فإن في الصلاة شفاء. حدثنا أبو الحسن القطان، حدثنا إبراهيم بن نصر، حدثنا أبو سلمة، حدثنا ذؤاد بن علبة فذكر نحوه وقال فيه: أشيك مدرت؟ يعني تشتكي بطنك بالفارسية. قال أبو عبد الله: حدث به رجل لأهله فاستعدوا عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، يعني السم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب ثم فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن زرعة بن عبد الرحمن عن مولى لمعمر التيمي عن معمر التيمي عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا كنت تستمشين؟ قلت: بالشبرم. قال: حار جار. ثم استمشيت بالسنا، فقال: لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا، والسنا شفاء من الموت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يصعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال يونس: أعلقت، يعني رمزت. حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قالا: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا هشام بن حسان،
حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شفاء عرق النسى ألية شاة أعرابية تذاب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال: جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة تغسل الدم عنه، وعلي يسكب عليه الماء بالمجز، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صار رمادا ألزمته الجرح فاستمسك الدم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده قال: إني لأعرف يوم أحد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يرقئ الكلمة من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداويه، ومن يحمل الماء في المجن، وبما دوي به الكلم حتى رقى. قال: أما من كان يحمل الماء في المجن فعلي، وأما من كان يداوي الكلم ففاطمة أحرقت له حين لم يرقى قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه فرقأ الكلم. حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قالا: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن ميمون حدثني أبي عن زيد بن أرقم قال: نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا يلد به. حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا يونس وابن سمعان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالعود الهندي، يعني به الكست، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال ابن سمعان في الحديث: فإن فيه شفاء من سبعة أدواء منها ذات الجنب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن علقمة بن مرثد عن حفص بن عبيد الله عن أبي هريرة قال: ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبها، فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فدخل على ابن لعمار فقال: اكشف الباس رب الناس إله الناس.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا زياد بن الربيع حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو البصر. حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا كثير بن سليم سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها وقال حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني علقمة بن أبي علقمة قال سمعت عبد الرحمن الأعرج قال سمعت عبد الله بن بحينة يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل وهو محرم وسط رأسه. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة عن علي قال نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل. حدثنا علي بن أبي الخصيب حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأنماري أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول من أهراق منه هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشيء لشيء. حدثنا محمد بن طريف حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه على جذع فانفكت قدمه. قال وكيع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها من وثب. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عثمان بن مطر عن زكريا بن ميسرة عن النهاس بن قهم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21 ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عثمان بن مطر عن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر قال يا نافع قد تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا
ولا صبيا صغيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عاف الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن عصمة عن سعيد بن ميمون عن نافع قال: قال ابن عمر: يا نافع، تبيغ بي الدم، فأتني بحجام واجعله شابا ولا تجعله شيخا ولا صبيا. قال: وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظا، فمن كان محتجما فيوم الخميس على اسم الله، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء، وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن مجاهد عن عقار بن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن عن عمران بن الحصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي، فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن شجاع، حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي رفعه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة، وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري، سمعه عمي يحيى: وما أدركت رجلا منا به شبيها يحدث الناس، أن أسعد بن زرارة وهو جد محمد من قبل أمه أنه أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذرا، فكواه بيده فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ميتة سوء لليهود، يقولون: أفلا دفع عن صاحبه، وما أملك له ولا لنفسي شيئا. حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: مرض أبي بن كعب مرضا، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا، فكواه على أكحله. حدثنا علي بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا أبو عاصم، حدثني عثمان بن عبد الملك قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن أبي خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا عبد الرحمن بن عمر، حدثنا عبد الملك بن الصباح عن ثور بن يزيد عن حسين الحميري عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحولة يكتحل منها ثلاثا في كل عين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها؟ قال: لا. فراجعته قلت: إنا نستشفي به للمريض. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي، حدثنا علي بن ثابت، حدثنا سعاد بن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدواء القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع، حدثني مولاي عبيد الله، حدثتني جدتي سلمى أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا حميد عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، ففعلوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة حدثني أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في أحد جناحي الذباب سم، وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مسلم بن خالد عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شرابكم فليغمسه فيه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو معاوية بن هشام، حدثنا عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن مضارب بن حزم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو هشام المخزومي، حدثنا وهيب عن أبي واقد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله، فإن العين حق. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ، فما لبث أن لبط به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة، ثم دعا بماء، فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. قال سفيان: قال معمر عن الزهري: وأمره
أن يكفأ الإناء من خلفه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة عن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال قالت أسماء يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين فأسترقي لهم؟ قال نعم، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس، فلما نزل المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. حدثنا علي بن أبي الخصيب حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن حضين عن الشعبي عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد أن خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه الرقى فأمرها بها. حدثنا علي بن أبي الخصيب حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان أهل بيت من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم يرقون من الحمى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى فأتوه فقالوا يا رسول الله إنك قد نهيت عن الرقى وإنا نرقي من الحمى، فقال لهم اعرضوا علي، فعرضوها عليه فقال لا بأس بهذه، هذه مواثيق. حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد بن السري قالا حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحية والعقرب. حدثنا إسماعيل بن بهرام حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال لدغت عقرب رجلا فلم ينم ليلته، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا لدغته عقرب فلم ينم ليلته، فقال أما إنه لو قال حين أمسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن حزم قال عرضت النهشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض فدعا له قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن عبد ربه عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقول للمريض ببزاقه بإصبعه بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. حدثنا أبو بكر حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن نافع بن جبير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال
قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يبطلني، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل يدك اليمنى عليه وقل: بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. فقلت ذلك فشفاني الله. حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. حدثنا محمد بن بشار وحفص بن عمر قالا: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن زياد بن ثويب عن أبي هريرة قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال لي: ألا أرقيك برقية جاءني بها جبرائيل؟ قلت: بأبي وأمي. بلى يا رسول الله. قال: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، 3 مرات. حدثنا محمد بن سليمان بن هشام البغدادي، حدثنا وكيع، وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا أبو عامر قالا: حدثنا سفيان عن منصور عن منهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال: وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أو قال: إسماعيل ويعقوب. وهذا حديث وكيع. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا إبراهيم الأشهلي عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار ومن شر حر النار. قال أبو عامر: أنا أخالف الناس في هذا، أقول يعار. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشعلي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: من شر عرق يعار. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا أبي عن ابن ثوبان عن عمير أنه سمع جنادة بن أبي أمية قال: سمعت عبادة بن الصامت يقول: أتى جبرائيل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد حاسد، ومن كل عين الله يشفيك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن ميمون الرقي وسهل بن أبي سهل قالوا: حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية. حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا معن بن عيسى، وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا بشر بن عمر قالا: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا معمر بن سليمان، حدثنا عبد الله بن بشر عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله عن زينب قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه، ف
فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط، فقال ما هذا؟ فقلت رقا لي فيه من الحمرة، فجذبه وقطعه فرمى به وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تلي، فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت. قال ذاك الشيطان إذا أطعته تركك وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين، تنضحين في عينك الماء وتقولين أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. حدثنا علي بن أبي الخصيب حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه الحلقة؟ قال هذه من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أم جندب قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر ثم انصرف، وتبعته امرأة من خثعم ومعها صبي لها به بلاء لا يتكلم، فقالت يا رسول الله إن هذا ابني وبقية أهلي وإن به بلاء لا يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بشيء من ماء، فأتي بماء فغسل يديه ومضمض فاه ثم أعطاها فقال اسقيه منه وصبي عليه منه واستشفي الله له. قالت فلقيت المرأة فقلت لو وهبت لي منه، فقالت إنما هو لهذا المبتلى. قالت فلقيت المرأة من الحول فسألتها عن الغلام فقالت برأ وعقل عقلا ليس كعقول الناس. حدثنا محمد بن عبيد بن عبد الرحمن الكندي حدثنا علي بن ثابت حدثنا معاذ بن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل، يعني حية خبيثة. حدثنا أحمد بن عمرو بن السبح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، فقام إليه رجل فقال يا رسول الله البعير يكون به الجرب فتجرب به الإبل، قال ذلك القدر، فمن أجرب الأول
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد الممرض على المصح. حدثنا أبو بكر ومجاهد بن موسى ومحمد بن خلف العسقلاني قالوا حدثنا يونس بن محمد حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال كل ثقة بالله وتوكلا على الله. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي الزناد وحدثنا علي بن أبي الخصيب حدثنا وكيع عن عبد الله بن أبي هند جميعا عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر إلى المجذومين. حدثنا عمرو بن رافع حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن رجل من آل الشريد يقال له عمرو عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. قالت حتى إذا كان ذات يوم أو كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال وأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. قالت فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم جاء فقال والله يا عائشة لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت قلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال لا أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس منه شرا. فأمر بها فدفنت. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا بقية حدثنا أبو بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد المصريين قالا حدثنا نافع عن ابن عمر قال قالت أم سلمة يا رسول الله لا يزال يصيبه كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت. قال ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا وهب حدثنا محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك عن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني عيينة بن عبد الرحمن حدثني أبي عن عثمان بن أبي العاص قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن أبي العاص قلت نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال ذاك الشيطان أدنه. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي. قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال أخرج عدو الله ففعل ذلك 3 مرات ثم قال الحق بعملك. قال
فقال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. حدثنا هارون بن حيان، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا عبدة بن سليمان، حدثنا أبو جناب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال: إن لي أخا وجع. قال: ما وجع أخيك؟ قال: به لمم. قال: اذهب فأتني به. قال: فذهب فجاء به فأجلسه بين يديه، فسمعته عوده بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها، وإلهكم إله واحد، وآية الكرسي، وثلاث آيات من خاتمتها، وآية من آل عمران أحسبه. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق الآية، وآية من المؤمنين: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وآية من الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث من آخر الحشر، وقل هو الله أحد، والمعوذتين. فقام الأعرابي قد برأ ليس به بأس.